بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم عن مثل مرتبط بدخولنا السماء، لأن واحد زي اللص اليمين كان طبيعي أنه يهلك وعضل مساره على الآخر، بس المرة دي اسمه وكيل الظلم. بارح شفنا اللص اليمين بيقول لنا حاجات مهمة، يقول لنا ما تيأسوش، وبيقول لنا ربنا طيب وبيحب يسامح، وبيقول صرخة واحدة من القلب تفرق، وبيقول لنا ما تمشيش على كلام الناس، الناس أغلبها ماشية غلط، ما يهمكش، شوف الصح واعمله حتى في آخر لحظة. قال لنا حاجات حلوة ودانا رجاء. وكيل الظلم كمان على قد ما هو مثل بيعتبر أصعب مثل، إنما المثل ده يدي رجاء زي ما هنشوف كده، يدينا أمل إن إحنا كلنا ممكن نوصل للسماء، لأنه في واحد حرامي تاني دخل السماء. قال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله. لغاية كده مفهومة مش كده؟ لو واحد عنده صيدلية وسايبها لصيدلي واكتشف إنه بيغش أو بيحط حاجات في جيبه، واحد مدي أرض لواحد يديرها له، اكتشف إنه المكسب اللي بيكسبه ده الراجل قسم معاه بالنص، الوكيل ده واخد حاجة مش حقه. عملت توكيل لواحد يقبض لك إيجارات مكان، فوجئت إنه كل مرة يقول لك أصل صرفنا وعملنا وهو واخد جزء كبير في جيبه. إذا فكرة وكيل غشاش هي لغاية كده سهل تطبيقها. في زمانهم كان مين لي أراضي، ولغاية قريب في مصر كان حكاية وكيل الأراضي دي، ناظر الأرض دي كانت مشهورة قوي، إن صاحب الأرض شيء وناظر الأرض شيء تاني، وناظر الأرض ده لو ما كانش أمين محدش يعرف يمسك عليه، لأن هو اللي في وش العمال والفلاحين ويقول لك المحصول بقى والثمر وما تعرفش تمسك عليه الغلطة. الراجل ده كان كده وشي به، يعني جات له بقى الأخبار إنه يبذر أمواله، يعني شخص غير أمين. فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك، سلم العهدة بقى، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. ولأن الرجل حرامي بجد وغير أمين بجد ما فصلش، ما هو اتقفش خلاص، ما هو لو عارفين لو في احتمال أنه يكون مظلوم كان قال له: يا باش أنا مظلوم، وقعدنا وناخد. لا، هو الرجل عارف أنه إيه مش مظلوم، فقال له: مش هتشتغل تاني؟ قال له: أوكي، بس عشان يسلم الموضوع ايه هياخد شويه وقت. فهو الوقت ده اللي فاضل بس، تخيل واحد اترفض وقالوا له ايه خلال اسبوع، خلال 5 ايام، خلال 3 ايام هنبعت حد يستلم منك، خلاص يبقى فرصته محدوده جدا لانه هيسيب المكان. فقال الوكيل في نفسه: ماذا افعل؟ لان سيدي ياخذ مني الوكاله، لست استطيع ان انقب. انقب يعني مش هزرع بإيدي ولا أحفر ولا ما أعرفش أعمل كده، وأستحي أن أستعطي، هروح أسحب. قد علمت ماذا أفعل، يبقى هو قال أعمل إيه وبعدين قال عرفت أعمل إيه. حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلونني في بيوتهم. بس فكر في إيه، فكر أنا مش هشحت بس هخليهم يحبوني ويدخلوني بيوتهم، فأنا مش هشحت لكن ليا سكة أوصل للخير اللي عند الناس. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بس ديت. البس ده زي صفيحة زيت كده. فقال: ما ده منتجات الأراضي، الزيت بيطلع من الزيتون والحاجات دي، خذ صكك. يبقى واضح انه في ايده الايه، الصكوك او الكمبيالات، هو اللي بيصرف مع الناس. فقال له: تعال نغير بقى، مش انت مكتوب عليك 100، خليها نكتبها 50. هل الراجل هيدفع 50 التانية؟ لا. فاهمين الفكرة؟ احنا غيرنا لصالح المين؟ المديون، مش لصالح الوكيل ولا لصاحب صاحب الارض، مرة دي لصالح المديون نفسه الغلبان، خففنا الدين 50%. فهمتوا الفكرة؟ طيب، جاب اللي بعده: كم عليك؟ قال: 100 كر قمح. كر ده زي الأرداب أو زي الشوال كده. فقال له: خذ صكك واكتب 80. يبدو أن الزيت يقدروا يغيروا فيه
أسهل شوية من القمح. فمدح السيد وكيل الظلم، ولسه اسمه وكيل الظلم، يعني ده راجل ذمته واسعة، بس المسيح مدحه في الحتة دي. إذ بحكمة فعل، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدي. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. خليني من الآخر كده أقول جملة واحدة، اللي هيدخلوا السماء لازم يكونوا أمنا عموما، وده اللي بنسمعه كل ليلة في نص الليل، من هو الوكيل الأمين الحكيم. وفي نياحة أي كاهن تطلع في الخارجة، إنجيل الخارجة إيه؟ كنت أمينا في القليل أدخل إلى فرح سيدك. يعني دي الكلمة المهمة. فالأمانة شرط لدخول السماء. الراجل ده ما كانش أمين، بس المسيح علق في الآخر وذكر الأمانة. طب تعالوا نفهم بقى، لأن هي دي الصعوبة. هو المسيح هيمدح واحد حرامي؟ حاجة مش منطقية. وبعدين هو الراجل ده طلع أمين في الآخر، ما هو طول عمره ظالم، فإيه اللي يجيب الأمانة دلوقتي في الكلام؟ ففعلا المثل مليان ألغاز، لأنه القصة ببساطة قصة واحد حرامي غشاش. مش هنجمل الصورة، واحد بيسرق. بس قبل ما استفيض في الكلام برضه هقول لكم حاجة تساعدكم شوية. هو لما يكون ناظر أرض بيغش، غالبا بيغش الطرفين، بيغش صاحب الأرض، لأن اللي يطمع في الفلوس هيبقى دايما عاوز يكسب من كل حاجة، وهيظلم كمان الايه العمال. فاهمين الفكرة؟ يعني هيقدم حسابات مغلوطة، دي جت في ايه؟ في صاحب الأرض. بدل ما قال كسبت 1000 قال كسبت 500، وحط 500 في جيبه ماشي. لكن كمان هيفتري على العمال اللي هم سماهم مديوني سيده، فهيطالبهم بأكتر لأن هيطلع مكسبه أكبر. فاهمين الفكرة؟ فهو كان ظالم ناحيتين، عشان تفهموا المثل. هو ظالم صاحب الأرض وظالم إيه؟ العمال أو الفعلة أو الفلاحين. طيب يقدر يصلح مع صاحب الأرض؟ ليه؟ الراجل بقاله 20 سنة مثلا بيهلب منه، طب هيرجع الفلوس دي كلها ازاي؟ ولو رجع هيثق فيه تاني؟ اللي هو موقفنا من ربنا. خلي بالكم احنا ظلمنا ربنا، هنقدر نعوض ربنا؟ لا يمكن. تقدر تعوضه عن السنين اللي راحت كنت راكنه؟ تقدر تعوضه عن كمية الكذب والغش واللخبطة اللي في حياتك؟ فمن ناحية ربنا، ربنا كده كده مظلوم، انما انت عندك طرف تاني مظلوم، ده اللي ممكن تلحق تعوضه. فهمتوا الفكرة هتمشي ازاي؟ ان وكيل الظلم هنا كان عنده حكمة في حتة ايه؟ انا اترفدت وعاوز الحق الم الدور، عاوز اصلح اللي فاضل. ما الراجل مش هيرجعني الشغل، انا ظلمته فعلا سرقته، بس الناس دول كمان انا ظلمتهم. طب ينفع اصلح موقفي معاهم؟ ينفع على حسابه. خلي بالكوا بقى، ما هو كده كده ظلمه، ما هو كده كده هو كان سارق في كتير، بس اللي كان بيكتبه كان غالبا بيكتب الواحد 100 بس زيت، ياخد هو 50، واخدين بالكوا، ويطلع 50. فقال لك لا، انا مش عاوز في جيبي حاجه دلوقتي، انا مش هاخد لنفسي حاجه، انا هخفف عن الناس دول وهصلح موقفي منهم، انا ظلمتهم كتير. يبقى هي ليه مدحوا؟ مدحوا لأنه صلح موقفه من الناس، هي ببساطة كده. تعالوا نفهمها الأول. أول مبدأ أو أول رسالة مهمة مفيدة جدا في رأيي وأساسية في موضوع دخول السماء، حضرتك وكيل. وما تزعلش لما أقول لك وكيل ظلم. ظلم وكيل ظلم يعني وكيل ظالم، أو ياك وكيل غير أمين. أنا كده وأنت كده، ما حدش فينا يقدر يقف قدام ربنا يقول له أنا كنت أمين طول حياتي. لا، أمين في كلامك، أمين في فلوسك، ياما فلوسك راحت في حاجات ما خدتش رأي ربنا فيها. أمين في علاقاتك مع الناس،
امين مع مراتك 100%، مع اولادك 100%. لا، الكذب عدم امانه، والغش عدم امانه، والكسل عدم امانه. يوه، ده احنا لو اتكلمنا هنلاقي ان احنا وكلاء ظلم براحتنا يعني. فاول رساله مهمه انه فجاه هيجي لك مسج تقول لك اعطي حساب وكالتك. يعني ايه؟ خلصت الفرصه. لازم تبقى عامل حسابك لده، انه صاحب الشأن لربنا يعني هيقول لك حياتك يا حبيبي هتخلص. طبعا هي المشكله انها بتخلص فجاه، لكن هفترض انه قال لك معاك اسبوع، معاك سنه، معاك 10 سنين، هتخلص هتخلص. هنا الراجل ده كان هو حسابها ازاي؟ قال انا خسران الكبير وخسران الصغير، محدش هيشهد لي، انا حرامي من كل ناحية. وانا لاول مرة فكر في حاجة مهمة، تكونش يا رب عاوز تقول لنا ان لو الناس شهدوا لكم هعمل لها اعتبار؟ هو لغاية اللحظة دي الناس كلها كانت تقول ايه؟ ده راجل حرامي، كويس انه مشي بعد الموقف اللي عمله. تخيلوا بقى، جت ال20 مديون مثلا وغير في ورقهم، خفف عليهم، وما استفادش هو حاجة شخصية زي زمان. كل واحد هيطلع من عنده مبتسم وسعيد، والأول مرة يحس أخيرا الموسم ده أنا مش هدفع 100، هدفع 50، فالدنيا نورت. فلو سئلوا عن الراجل ده هيقولوا لا، ده راجل كويس، ده راجل بيعمل خير. فهمتوا؟ بيلم الدور مع الناس. فأنا ساعات أتساءل كده، لما مرة كان في خادمة راح في الخارجة بتاعتها، لقيت نص الكنيسة اللي موجودين كلهم إخوة رب من اللي كانت بتخدمهم. قلت له يا رب أكيد هتدخل السماء عشان الناس دول اللي جايين بيعيطوا عليها، مش من عيلتها ولا أصحابها ولا مستواها، بس الناس دول وقفتهم ودموعهم بتقول دي داخلة السماء. فكرتني، عارفين بمين؟ في قصة في سفر الأعمال لواحدة اسمها طبيصة. طبيصة دي كانت بتعمل جلاليب للغلاب، ولما ماتت في بلد اسمها يافا بعتوا للقديس بطرس تعال عزينا في طبيصة دي. قام راح على سبيل هيعزيهم لأنها خادمة كل شغلتها تعمل جلاليب للغلابة، وكانوا يطلعوا الغلابة ليهم حركة لطيفة جدا، يجيبوا الحاجة ويقولوا ده هي اللي عملتها لنا ويعيطوا. يعني من بساطتهم بيجيبوا شغل ايديها عشان يقولوا دي خدمتنا وسطرتنا يعني. قام القديس بطرس بدل ما يصلي عليها قومها. فطبعا دي شهادة انه ست دي فاضلة. انا عاوز اقول يا جماعة، لان انا بفكركم ان انتوا كخدام، لو الناس شهدوا لك بعد ما تمشي، بس شهادة صادقة مش مجاملة، لان في بعض الخارجات بتبقى مجاملات احنا بنحسها احنا الكهنة، لكن في خارجة تلاقي اللي بيتكلم بيتكلم من قلبه، لأنه اللي سافر السما ده مشهود له بجد، فيطلع الكلام لوحده ويطلع الكلام حق، مش مجاملة بقى المرحوم بقى لا لا، وربنا بيعرف يميز والناس بتعرف تميز. فهنا كأن الراجل ده عمل حساب الحتة دي، أنا خسرت ربنا إلى حد كبير، أو خسرت السيد، هو ربنا حاطط المثل طبعا، ما هو ده بني آدم التاني، لكن طب ما انا عاوز اكسب الناس عشان لما ترفض يبقى لي بيوت مفتوحة، دي لغة الدنيا يعني. وعشان كده على فكرة ده ذكاء اجتماعي، ملهاش دعوة بالروحانية. عشان كده هيقول اهل هذا الدهر احكم، يعني بتوع الدنيا بيفكروا احسن مننا ساعات وبيحلوا مشاكلهم اسرع مننا، لكن ربنا هيركز على المعنى الروحي بعد كده ويقول طب ما تشتروا الغلابة، ما تكسبوا الفقراء، ما تخليلكوا ناس يبكوا عليكم من قلبهم حتى ربنا يعمل لهم اعتبار. ادي المسج من الاخر. كمان في قصة الوكيل، هو الظلم مرتبط بحاجة اسمها التبذير. يقول كان يبذر امواله، يعني بياخد الفلوس يحطها في حاجة مش مظبوطة، عشان كده ما عندوش فلوس يسد لصاحب الشأن لانه مضيع الفلوس كلها. فكان التبذير ده احد معاني انه ظالم. اذا التبذير اللي في حياتنا ظلم، لما تبقى الفلوس بتترمي في حاجات فارغة ظلم، لما الوقت يكون بيروح في حاجات فارغة ده ظلم،
ظلم ربنا وظلم الناس كانت محتاجاك في الوقت ده لو فكرت فيه. أول حكمة في الراجل ده إنه ما تخضش وما هنكش وما قعدش يعيط. الراجل كان عاقل، قال أعمل إيه؟ أنا لسه معايا الختم، لسه معايا صلاحيات 24 hours، أوكي لازم أعمل حاجة. فقال ماذا أفعل؟ يبقى لما الواحد يحس إنه العمر هيخلص وهو ما كانش أمين، أخطر سؤال إنه يقول أعمل إيه بقى؟ المفروض أعمله ألحق الموقف. اللص اليمين امبارح لحق، لحق لما دافع عن المسيح وقال اذكرني يا رب 10 على 10، في الدقايق اللي فاضلة كسب السم. الراجل هنا موقف مختلف، ماذا أفعل؟ خليني أقول ما تنتظرش حد يجاوبك، على فكرة ضميرك اللي هيجاوبك، أنت اللي هتعرف الإجابة من جواك. لأنه لما الإنسان فينا مش محتاج يروح يقول أعمل إيه، الأفضل إنك أنت ضميرك اللي يقول لك. وده اللي حصل، تستغربوا من الآية دي ماذا أفعل، الآية اللي بعدها قد علمت ماذا أفعل. وحد قال لك حاجة؟ لا، هو مجرد موقف التساؤل يجي بعديه الاستنتاج. فلو أنت فكرت أعمل إيه عشان أصلح موقفي من ربنا، عشان أنا ضيعت عمري في حاجات فارغة كتير، على فكرة مجرد السؤال هيفتح لك باب الحل. وطبعا هو مدرك ان القصة اصبحت ساعات، ودي لوحدها حكمة. قد علمت ماذا افعل، حتى اذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. في مبدأ كده عند بتوع القيادة والادارة وكده، يقول لك think with the end in mind، يعني دايما وانت بتفكر حط النهاية قبل البداية. ودي لغة أي بزنس شاطر، يعني اللي بيعمل مبنى هو كديزاينر بيحط كل حلمه على الورق متكامل قبل ما يحفر حفرة أو يحط طوبة، صح كده؟ المهندسين يوافقوني في كده، إنما لو اشتغل بالحتة يطلع الموضوع بايظ خالص. كذلك لو دكتور شاطر بيتفكر في مصلحة المريض بعد 6 شهور، حتى لو هيبتدي سلسلة دواء أو رحلة دواء واحدة واحدة. فدايما اي شخصيه ناجحه بتجيب من الاخر للاول، مش من الاول للاخر، بيبقى حاطط الصوره الكامله في الاخر. تعالوا نفكر لو احنا داخلين السماء، ما ده الاخر، ايه اللي ممكن ينفعنا؟ لو سالونا عن الصوم 1 من 10، عن الصلاه 2 من 10، عن مش عارف العشور خيبه تقيله 3 من 10، عن طب ايه اللي يفرق قوي عند ربنا والورقة الرابحة اللي ممكن تعدل المنظومة دي كلها؟ الغلابة، الرحمة، كون طوبى للرحماء يرحمون. فهمت الفكرة؟ فأنا بفكر من الآخر للأول. النهاردة لو قالوا لي صوم، طب لو قضيت بقية العمر صيام اللي فات ده ما صومتش كويس، ولو هنصلي بحنا ما ضيعنا سنين قلة صلاة. فإذا في حاجات صعبة حتى تتصلح، مش كده؟ طيب والكلام ده كل كلمة بطلة تعطون عنها حسابا. الراجل ده فكر من الآخر للأول، قال أنا معيش فلوس وترفت، يعني لا شغلة ولا فلوس، يبقى هشحت، مش عاوز أشحت، هضطر أكل عند الناس، ما حدش هيدخلني بيته، يبقى أنا عاوز في اللي فاضل أشتري ناس، أكسب ناس يقوموا يعني يضيفوني. هي جت كده ببساطة وفي القرى كده أصلها، فدي لغة القرى زمان، يعني مش صعب إنه إيه، تعالى يا عم فلان كل هنا، تعشى هنا، تمشي. فهو فكر من الآخر للأول، من النهاية للأول، فلقى إن الطريقة الوحيدة اللي يدخل بيها السماء أو يكمل صح إنه يكسب الناس. ده تعبير للقديس أنطونيوس، وقاله نفس التعبير مارس حق السورياني، قال طريقك للسماء أخوك، ولو كسبت اخوك كسبت السماء، خسرت اخوك خسرت السماء. كانوا بيفسروا تحب قريبك كنفسك، فقالوا الطريق الوحيد لدخول السماء هو الشخص الاخر، الاخر اللي هو اي انسان في حياتك، ده سكتك للسماء. لو فهمت الدرس ده مش هتخسر انسان.
الجار والقريب والمنافس وولادك ومراتك واخواتك، مش هتخسر انسان ابدا. اخسر فلوس، اخسر اعصابك، اخسر كرامتك، بس ياك تخسر انسان. لانك لو خسرت انسان احتمال السماء تقفل. لكن لو كسبت الكل والكل اصدقائك، على فكره تكوين صداقات مع ناس مش عاديه متعبه صعب. فالمسيح طلع بالاستنتاج، اصنعوا لكم اصدقاء بالقرشين اللي في ايديكم، بالامكانيات المتاحه اللي سرقتوني فيها، العمر اللي اتسرق منكم والفلوس اللي كانت المفروض تروح لحته تاني، انا راضي تسرقوني بس ما تسرقوش الناس. فمين المعنى؟ ربنا بيقول تعال عليا بس ما تجيش على حد. لو قصرت في الصلاه ما تقصرش في حب اخوك. وده اللي قاله المسيح بالظبط، ان قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك، اترك قربانك. بلاش تصلي، تعال الاول اصطلح مع اخيك. كمان فكره ان الوكاله انت معزول عنها، يعني بصراحه كده، عارفين القصه اللي جت على النت قريب، انه في واحد صيني، يبدو انها قصه حقيقيه، مات وساب لمراته من غير عيال مليار دولار. فتجوزت السواق، فالسواق قال انا اكتشفت ان مش انا اللي كنت بخدمه، انا اكتشفت ان رئيسي ده كان قاعد يخدمني طول عمره، لان الفلوس كلها بقت بتاعته. فهمتوا الفكره؟ هي دي حقيقيه الظاهر. انما هي معناها ايه؟ لازم تعمل حساب انه انت ماشي كده كده وفي حد هياخد الوكاله كده كده، فالموضوع مش هتفضل عايش على طول. هي دي ازمتنا، ان احنا بنبقى ناسيين الفكره دي. لكن لو انت عامل حسابك هتمشي، هتصلح حاجات كتير قوي. دعا كل واحد من مديون سيده. برضو تعبير كل واحد ده عجبني. ليه؟ اصل احنا في ناس سهلة نكسبها وفي ناس مش سهلة نكسب. لا، لو ناوي على السماء كل واحد. عشان كده في 80 وفي 50، فاهمين؟ في واحد شيلته خفيفة وفي واحد شيلته تقيلة. بص انت عاوز تروح السماء، شيل، استحمل التقيل والخفيف، ما تفوتش واحد. ما تقولش انا شاطب على ثلاثة والباقيين مقبولين عندي، ثلاثة دول هيقفلوا في وشك السماء. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أنه ليس قاتل نفس فيه حياة أبدية. يبقى فتش الدفاتر، لأنه ممكن تلاقي المديونين كتير اللي تعبوا منك زمان، عليك دين، اللي تعبتهم، اللي قصرت معاهم. ناس كتير قوي على فكرة، ومنهم ناس موجودين ويمكن ناس مش. طب الحق الموجودين من فضلك. ده تدريب مفيد جدا في الصيام، ان انت تقلب في كل دفاترك، كل دايرة علاقاتك، لان ممكن تكون في ناس انت مديون له، انت ظالمهم بدرجة او باخرى. وده اللي تقدر تصلحه النهارده. يمكن تصلحه بكلمة اعتذار، يمكن تصلحه بمعايدة، يمكن تصلحه بزيارة، يمكن تصلحه بمجاملة، يمكن تصلحه بفلوس كنت واخدها وما كنتش راضي ترجعها وعمال تحللها لروحك، وليكن. بس لو ما صلحتش الموقف هتهلك. فقلب الدفاتر كويس، لانه مخالفات كتير قوي. القديس بولس قالها بطريقه جميله، قال لا تكونوا مديونين لاحد بشيء الا بان يحب بعضكم بعض. اذا الحب دين علينا لكل الناس، من احب غيره قد اكمل الناموس. تاني رسالة، خذ واكتب. دي ليها معنى جميل برضو. جاب واحد بقى من المديونين دول ناس تعبانة، فلاحين غلابة ومظلومين، وهو جزء من الظلم، مش فقرهم بس، لا هو كان مكمل ظلمهم. فقال على الأقل أرفع الظلم اللي أنا كنت سبب فيه. فعمل حركة لطيفة، خد واكتب. هو ليه ما كتبش بإيده؟ عشان المبدأ في المحبة، ما تقدمش المحبة اللي تريحك، قدم المحبة بلغة اللي قدامك. خد واكتب، يعني خلي الآخر هو اللي يقول لك تحبه ازاي، مش انا بعت له رسالة كفاية عليه كده. طب افرض ما عندوش موبايل ولا ما بيفتحش الواتساب،
او مش فارق معاه الرسالة، فارق معاه حاجة تانية. فلو هتحب الناس لازم تحبهم على هواهم مش على هواك. فخد واكتب دي فيها الفلسفة، بمعنى انت هتملي علي طلباتك، انا مش هأملي عليك رغباتي. لان حتى في علاقاتنا القريبة مع أولادنا وأحبائنا، إحنا ساعات بنحبهم بطريقتنا ولو عاجبهم بقى، ده مش حب. يعني مثلا الطفل تجيب له هدايا كتير، يكون محتاج كواليتي تايم، محتاج يقعد مع بابا، يقعد مع مامته، يلعب. فتلاقي أب غني كل اللي يعمله يجيب هدايا، وهو حاسس ما قصرش مع ابنه. لا قصرت طبعا، لأنه ابنك عاوزك أنت مش عاوز الهدايا، فانت بتحبه بطريقتك. ارخص حاجة هات هدايا، لا هو عاوز حاجة تاني انت مرضتش تسمعه. في واحد كان محتاجك تقف معاه، مش تقول له ربنا معاك، تقف معاه. بس انت رفعت السماعة وعملت الواجب، بس ده مش هو الحب. خد واكتب، يعني قول لي انت اللي تقول، اكتب بايدك انا نفذ. ريح الناس بما يتمنون، وادي حرية للناس ما خدوهاش من قبل كده. الحب الحقيقي انك تدي مساحة للحرية اكبر للي حواليك. احنا ساعات بنتحكم في بعض بزيادة، ساعات بنفرض على بعض حاجات. لا، خلي اللي حواليك مستمتعين بحريتهم. لكن طلباتك كتير ضد الحب. صلح اللي كتبته باللي هيكتبه الناس. انت كنت بتكتب، يعني كنت بتمشي الدنيا بدماغك، ممكن تسيبهم يمشوها شوية من غيرك، ممكن ترجع لورا وتخلي حد تاني سايق غيرك، ممكن تيجي على نفسك شوية. الراجل ده عارف يجي على نفسه، فطلع انه حكيم. مدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل. المسيح لم يمدح وكيل الظلم في أمانته، افتكروا القاعدة دي، وإلا يبقى المسيح بيشجع السرقة. راجل ظالم حرامي، ما اختلفناش. لكن مدح هذا الشخص زي ما مدح اللص اليمين امبارح، لأنه تصرف موقف واحد من زاوية معينة كانت حكمة. كونه خفف عن الفلاحين العبء وكسبهم، وكان ظالمهم قبل كده كتير، ويجوز الكمبيالة لما تتكتب 50 هو ده الصح بتاعها، إنما هو كان كاتب 100 عشان يزل في الناس وياخد في جيبه. فإذا هو بيصلح أخطائه، عشان في ناس بتقول هو ظلم الكبير. هو الكبير كده كده مظلوم، ما هو مسروق بقاله 10 سنين على الأقل. فهنا الحكمة أولا أنك تبقى عارف الوكالة هتخلص، العمر هيخلص، اللي في إيدك تعمله هينتهي sooner or later، فرصتك في تغيير موقفك هتخلص بخروج النفس. اتنين، حكمة ماذا أفعل. لازم تسأل كل شوية مطلوب أعمل إيه، المفروض أصلح موقفي إزاي، المفروض أضبط اتجاهي على السما إزاي. حكمة خد واكتب، يعني إيه؟ ريح اللي حواليك، حبهم، خلي كل الناس راضية عنك، ما تسيبش الدنيا وناس زعلانة منك، ما فيش حاجة تستاهل. ارضي الناس وريح الناس واكسب كل الناس. اكسب الناس بمال الظلم، يعني إيه؟ يا أخي ولد جه عليك وسرقك، يا سيدي اللي يسرق يسرق، ده مال ظلم. يعني ايه؟ فلوس رخيصة، يعني ما تستاهلوش ابدا ان هنختلف عليها. مدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة فعل، لان ابناء هذا الدهر احكم. يبقى سماه ابناء هذا الدهر، يعني قال ايه؟ قال ده لقم الدنيا ده. يعني هو نفس المسيح وصف انه دي شطارة بتوع الدنيا، ان هم بيعرفوا يلحقوا نفسهم، فتعلموا منهم دي، زي شطارة اللص اليمين. هنا احكم بمعنى ايه؟ اشطر. يعني ساعات يبقى واحد ايه مش عارف يتعلم من شطارة بتوع الدنيا. تعالى مثلا بص على بتوع الدنيا. مرة واحد خادم قال لي كده، قال لي انا كنت في البزنس ما برحمش حد ولا نفسي، ممكن ما نامش يومين، هوصل لغرض يعني هوصل له، المكسب ده هجيبه يعني هجيبه. لما بقيت اخدم انا لقيت ان الطريقة دي انا عاوز اكمل بيها بس في اتجاه صح. لما اقول هحفظ مزامير هحفظ بقى، ولما اقول هزور الغلابة هزور حتى لو هموت. اسمعنا، كنت في البيزنس ما برحمش حد ولا برحم نفسي. فاهمين؟ ادي حكمة الدنيا اللي ممكن تاخدها. بتوع الدنيا لما يبقى عندهم جول بيستموتوا،
طب واحنا ما عندناش جول نوصل له؟ احنا بالاولى ما تيجي نتعلم من اللي بيجروا جري الوحوش عشان فلوس، نجري احنا على السما. فهمتوا؟ بيقول اتعلموا من الدنيا، مش بنتعلم الدنيا السرقه ولا نتعلم الاغراض الغلط، نتعلم اذا كانت بتوع الدنيا قد كده بيجروا عشان يوصلوا، طب مش احنا بالاولى نجري ونركز؟ ده الناس بتركز قوي عشان ما تخسرش فلوس، يبقى انا محتاج اركز قوي عشان ما اخسرش السما. كمان بتوع الدنيا ما بيستسلموش لليأس، طب انا استسلم لليأس؟ ياما شفنا ناس بتقاوح وتحارب عشان تنجح في الدنيا. طب اولاد الدهر احكم من اولاد النور، انت تيجي مع اول غلطه تقول ما فيش فايده؟ طب بص اللي بتوع الدنيا ده هم بيقاوحوا حتى ما بيستسلموش. اتجاسر واقول بتوع الدنيا بيعرفوا يضحكوا على صاحب الشغل. ايه رايك تضحك على ربنا؟ تضحك على ربنا من ايه؟ من الحته اللي انت عارف انه ايه بيتغلب منها. الغلب هو بتاع الغلاب، بيحب الغلابة جدا. هو قال كنت مريضا، كنت عريانا، كنت مسجونا، كنت اللي تعمله تعمل معايا. طب خلاص اهو يلا اهي سكتك واضحة. دي الحتة اللي ايه مش عاوز اقول تضحك عليه، بس هو ده الحل اللي في ايدك عشان توصل. انا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم. ده بقى الاستنتاج بتاع كل المثل. يعني لو واحد مش فاهم حاجة من اللي قاله المسيح ومش فاهم الحرامي ده بيمدحه على ايه، بص يا حبيبي النتيجة الاخيرة كده، اصنع اصدقاء بفلوس الدنيا عشان لما تمشي الاصدقاء دول يفتحوا لك بيوتهم في السماء. اصل الفقراء مليين السماء، السماء مليانة فقراء والاغنياء قليلين قوي. طيب في حل وحيد، انك وانت داخل على السماء تلاقي 100 فقير بيقولوا اهلا الحمد لله على السلامه ويشفعوا فيك، يقولوا للملائكه لا ده راجل كويس، ده كان بيصرف علينا، ده كان بيزورنا، ده كان بيجي لنا الصعيد، ده كان مش عارف. هتلاقي اللي يشفع فيك. فهمتوا الحل؟ من غير كده مش هتدخل السماء. فهنا ما تخسرش حد، اعمل اصدقاء. على فكره صداقه الفقراء اسهل صداقه، مش بالفلوس، ما اقصدش الفلوس بس، لانه طيبين ولما حد يتنازل يحطوا فوق راسه. فانت بسهوله جدا تكسب الغلابه. الغلابه بيحسوا على فكره، واكتر حاجه تفرق معاهم الاحترام مش الفلوس، قبل الفلوس. لما ست هانم تاخد ست غلبانه بالحضن، ياه دي تقف تشفع لها عند ربنا 100 سنه، لانها ما قرفتش منها واستقبلتها بحب ورضيت تشرب الشاي اللي كله مش عارف حاجات غريبة. مش مهم، ده الحركة دي تفرق قوي عند ربنا. تخيل مستقبلك بالأصدقاء. يعني ايه؟ تخيل اللي انت بتزورهم في الخدمة دول مستقبلك على فكرة، دول اللي كانوا يستاهلوا تركيزك. عم فلان وام فلان الناس دول هم دول مستقبلنا الحقيقي، انما الاستاذ فلان ودكتور فلان لا مش شرط خالص، هتدور عليهم في السماء غالبا. ربنا يستر يعني على الكل. الامين في القليل امين ايضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم في الكثير. يعني ايه؟ اياك تستنى لما يبقى عندك كتير تبقى امين. نو واي، ما تضحكش على روحك. لو النهارده في ظروفك القليله قوي والضيقه قوي ما كنتش امين، يبقى حتى لو الظروف فكت والغنى زاد مش هتبقى امين. يعني اياك تتصور انه بكره تعرف تغير موقفك، ما غيرتوش النهارده مش هتغير. هتقول لي اللي عندك قليل، اقول لك وماله، النهارده القليل ده مش حقك، ده حق ناس تاني. فخليك امين في القليل. يعني ايه؟ ما تملكه اليوم انت لا تملكه. هو الحقيقه ده حق ناس تانيه كمان. وزع وخليك سخي واشتري اصدقاء، هيجي لك الكتير هتبقى جوه امين. فاهمين المعنى؟ لانه في وهم مشهور انه انا دلوقتي دنيا مزنقه معايا فما ينفعش اطلع عشور. صدقني لو معاك ملايين الدنيا هتفضل مزنقه معاك ومش هتطلع. هي القاعده كده. انما واحد تبقى ضيقه معاه، لكن حق الناس وحق الفقراء وحق الموظفين حتى لو جاع
الأمانة دي هتخلي ربنا يفتح عليك الحنفية على الآخر. في فقراء فقراء عايشين على نص دخلهم، حاجة تعقد يعني. ما يكون واحد خيره كتير قوي والبنك مليان، لما يقول هطلع نص الدخل ماشي، إنما في الزمن ده يبقى واحد مرتبه 1500 يعيش على 750 عشان يصرف على بيوت تانية. قولوا لي هنقف جنبهم في السماء ازاي دول بقى؟ هنروح فين بقى؟ طبعا ده ربنا هيوسع عليه لازم، وهيعيش بال 750 كويس بشكل عجب، ده ربنا. اذا القصة مش واقفة على كتير وقليل، القصة هي قصة امانة، امانة تجاه الاخرين. ربنا اداك حكم، مخ، اداك صحة، اداك فلوس، اداك نجاح، مش ليك، ده للي حواليك وانت لسه ما فهمتش. يبقى لو ما خدتش بالك يبقى انت سوري هتفضل ظالم، حتى لو معاك اللي يكفيك مليون سنة قدام هتفضل ظالم برضو. اذا خلينا نقولها بطريقة تانية، احنا ظالمين نفسنا لاننا بنفكر في نفسنا، ومش هنفكها غير لما نفكر في غيرنا. ويا بخت اللي عايز دماغه رايحة لحد غيره، هو ده الامين بجد، اللي بيفكر دايما في مصلحة الناس ومصلحته دي عند ربنا. وربنا هنا بقى ايه، ما يباتش مديون ابدا لالهنا كل مجد وكرم.